بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضراتكم جميعا. الحقيقة شكر، كل الشكر لسيادة الفريق أسامة ربيع لدعوتكم قبل ما يبقى دعوتنا لحضور هذا المؤتمر. وهذا المؤتمر في الحقيقة ينبئ عن أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذه الدولة وهذه الهيئة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على أن تعقد علنيا ومذاعا ربما الآن على الهواء من بعض حضراتكم ومن بعض القنوات الإخبارية كل ما يتعلق بموضوع يشغل المصريين جميعا بل ويشغل المنطقة الآن. الأمر الثاني هو سرعة التحرك. مجلس النواب انتهى فقط قبل أمس من الإقرار المبدئي لمشروع القانون، واليوم وبعد أقل من 48 ساعة سيادة الرئيس بيوجه بضرورة عقد لقاء مفتوح وليس مغلق ومسموح فيه بالتسجيل والإذاعة على الهواء مباشرة. وبالتالي هذا ينبئ بأن الأمر يخص المصريين، والرئيس الجمهورية ورئيس هيئة قناة السويس مكلفا منه يخبر المصريين ويناقشهم بما هو شأنهم وليس شأن حكومة أو رئيس دولة، هو شأن هذا الشعب منذ أن حفرت قناة السويس وحفرها بدماء وأرواح شهداء بآلاف بل بعشرات الآلاف. الأمر الثاني، وأنا بقول لحضراتكم وأنا أظن أن أتحدث هنا يعني بالنيابة عن سيادة الفريق أسامة ربيع، أن لا شيء ممنوع من الأسئلة. اسألوا كما شئتم، اطرحوا النقاط التي حضراتكم ترون أن بها غموضا تريدوا أن تستوضحوا، سيادة الفريق سيوضح كل هذه الأمور ويجيب بكل صراحة ووضوح عن أي سؤال تريدون أن تسألوا، فلا شيء ممنوع في هذا المؤتمر. الأمر الثالث هو أننا نتحدث عن المراسلين الأجانب الذين تنظم الهيئة العامة للاستعلامات حضورهم في المؤتمرات الصحفية وفي كل الأحداث الرئاسية في الفترة الأخيرة، وكان هناك توجيه واضح من سيادة الرئيس بأن يحضر مراسلون أجانب كل الالتزامات والافتتاحات الرئاسية، وهذا الأمر يتم في خلال العامين الماضيين بانتظام. عدد هناك لدينا اليوم حوالي 18 وسيلة إعلامية أجنبية وعربية طبعا، ويحضر من زملائنا منها حوالي 45 زميل وزميلة سواء كانوا مراسلين أو مصورين. الأمر الأخير هو أنه، وده ليس توجيها لحضراتكم أو تحديدا للنقاش، لكن الذي يرى ويحلل كل ما قيل خلال الفترة الماضية حول هذا المشروع يمكن له أن يستخلص اتجاهين. الاتجاه الأول وهو اتجاه بعض الاقتصاديين في مصر يدعون إليه، وهو اتجاه يحترم ويناقش، وبالمناسبة هو مطروح في الحوار الوطني، وهو فكرة وحدة الموازنة والصناديق والصناديق الخاصة والهيئات العامة. ده موضوع اقتصادي بامتياز أتى الصندوق لكي يسيره من جديد. هل موازنة الدولة تضم كل الهيئات والمؤسسات والصناديق أم لا؟ هناك رأي مطبق الآن أنه لا، وهناك رأي اقتصادي آخر يقول نعم، ومن هنا بعض الاعتراضات تأتي من هذه الزاوية الاقتصادية، وهي بالقطع كما أقول لحضراتكم وأوضح لحضراتكم مطروحة الآن ضمن جدول أعمال الحوار الوطني. الأمر الثاني هو أمر سياسي، وهو الخوف والتخوف عند بعض الناس أو الريبة والاسترابة والتشكيك عند آخرين بأن هذا المشروع فيه تفريط في السيادة الوطنية على قناة السويس. أنا لن أجيب بما هو معروف ومؤكد بالنسبة لي على الأقل أنه لا تفريط في السيادة المصرية على شبر واحد من أرض هذا البلد، فما بالك بهذه الأرض وهذه القناة التي سالت على ضفتيها دماء عشرات الآلاف من أبناء هذا الشعب المصري، سواء من أبناء القوات المسلحة من الضباط أو الضباط الصف أو الجنود، من الذين هم داخل القوات المسلحة عاملين، وبالأخص الأغلبية الساحقة من مجندي القوات المسلحة من الضباط والجنود أيضا، سالت هنا الدماء، فلا أحد يمكن له أن يفرط في هذه الأرض ولا تلك الدماء. هذه القناة نذكر معا ونذكر بعضنا البعض أمامها الرئيس جمال عبد الناصر عام 1956، وكان متبقٍ من فترتها قرابة 9 سنوات. هذه القناة استردتها مصر قبل أن تسترد بنما قناتها على الأقل ب40 عاما، وبالتالي من استرد هذه القناة لا يمكن أن يفرط فيها. وإذا كان رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السيسي ومن قبله من الرؤساء، فهم الآمنون والمؤتمنون على هذه الدماء وهذه الأرض، ولا يمكن لهذه المياه وهذا المرفق
أن أذهب إلى أي أحد آخر. آخر نقطة حضراتكم، الحديث عن وجود إمكانية تسلل أجنبي لهذه المنطقة، طبعا هو من الناحية الوطنية والتاريخية لا يمكن، كمان من الناحية الاقتصادية. لو أراد رئيس الجمهورية أن يلجأ للتمويل الأجنبي ليس تملكا للقناة بل في حفر القناة الجديدة لكان فعلها، لكنه لجأ إليكم، لجأ إلى المصريين، وفي خلال أيام كان هناك 65 مليار جنيه جمعها دفعها المصريون عن طيب خاطر لكي تبنى القناة الجديدة. وبالتالي من يفعل كل هذا لا أظن أبدا أنه يمكن أن يفرط في شبر واحد أو في نقطة رمل أو في نقطة مياه من هذا المر. أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا.